ده مش عباية ولا كاب، ده ذهب. سابت الهندسة واتجهت للذهب، وكانت أول واحدة تلبس كوفية وكمامة من الذهب الخالص، وتجار كبار بيحاربوها وعاوزين يخرجوها من السوق، واسمها ارتبط بتاجر مخدرات وسلاح، ودلوقتي بقت واحدة من أشهر تجار الذهب في مصر، ومحدش عارف إيه مصدر الفلوس دي. يلا احكي لك حكاية أميرة الذهب أو أميرة حسان. أميرة اتخرجت من كلية الهندسة وقعدت سنين ما بتشتغلش في الهندسة، وكانت مبسوطة، ولكن حبها للذهب كان أكبر بكتير من إنها تبقى مجرد واحدة بتلبسه، وعشان كده قررت في 2007 إنها تنزل ورش ذهب وتشوفه بيتصنع إزاي وتشوف إيه الأشكال إن الناس بتطلبها، وقعدت سنين على الحال ده لحد ما جه اليوم اللي قررت إنها تدخل شريكة في محل ذهب صغير، وحطت كل تحوشتها في المحل ده. بس أميرة ما رمتش فلوسها كده وخلاص، ولكن قررت إن هي تلعبها بذكاء، وعشان إحنا في زمن الترند أميرة قررت إنها تعتمد في شغلها على السوشيال ميديا وبس، ونزلت ورشة تصنيع ذهب وطلبت تصنيع قطع معينة شكلها غريب، وابتدت تظهر بالقطع دي على السوشيال ميديا وتعمل بها شو، وفعلا الناس انبهرت، أصل من إمتى بنشوف كوفية ذهب ولا قميص ذهب؟ ده حتى الكمامة عملتها من الذهب، وقدرت بالحركة دي تكسب شعبية كبيرة، والإقبال عليها ما كانش طبيعي، وفلوسها وشهرتها بيزيدوا كل يوم، وبقى عندها بدل المحل 2 و3 و4، وبسبب شهرتها دي أكبر تجار سوق الذهب كانوا بيعملوا اللي ما يتعملش عشان يطفشوها، بس هي ولا اتهزت وفضلت مكملة، ووقفت قصاد رجالة بشنبات، لحد ما من فترة صغيرة لما سمعنا خبر غريب، وهو القبض على رجل أعمال بيتاجر في المخدرات والسلاح، وكان معاه أكتر من 8 كيلو ذهب و11 عربية من أغلى الماركات، وعنده مصانع بيستخدمها لتصنيع الأسلحة. هتقولي طب ده إيه علاقته بأميرة الذهب؟ هقولك يا سيدي، أصل أعداء أميرة الذهب كتير وما صدقوا إنهم يربطوا اسمها بالواقعة دي، وقالوا إن رجل الأعمال ده يبقى شريك أميرة في كل محلاتها، وده الكلام اللي قلب الدنيا على أميرة، والناس طبعاً ما بتصدق وقالت لك آه يبقى هي كده معقولة، أصل أميرة جابت منين كل الفلوس دي في الوقت القصير ده إلا لو فعلاً بتشتغل مع الراجل ده. بس أميرة ما قدرتش تسكت وطلعت وقالت أنا عمري ما أسمح لحد إنه يستغل اسمي في تهمة زي دي، وأنا عمري ما قلت إن عندي شريك، أنا بشتغل لحسابي وبس، وكل حاجة عندي باسمي، وقدرت أعمل الاسم ده بعد تعب وجهد سنين طويلة. خلينا أقول لك كمان إن أميرة ما اتشهرتش بس في مصر، ولكن شهرتها وصلت للوطن العربي، وما بقتش مجرد تاجر الذهب وخلاص، ولكن أي محل ذهب كبير في دول الخليج يفكر يعرض بضاعة جديدة بيجيب أميرة علشان تعرضها له بطريقة مميزة، ده غير إن متابعينها بقوا بالملايين جوه وبره مصر، وفوق كل ده كمان فأميرة بقت بتسافر وتورينا الأشكال الغريبة والمختلفة من الذهب، وده شغل السوشيال ميديا بيعمل فلوس حلوة برضه. كمان أميرة بترضي كل الأذواق وكل الفئات المادية، يعني هتلاقي عندها قطعة بيوصل حجمها لـ2 كيلو وأكتر كمان، وعندها قطعة تانية بتوصل لجرام 1، يعني يا بلاش والله.